نجلس هنا ولا نجلس هناك؟ نجلس هناك أفضل، أجمل شيء أي جلوس بمفردك، لكن صح بمناسبة الجلوس، تخيل أم عائشة معانا الآن، كنتش هجيب واحد شيبس، كنت هجيب اثنين شيبس، كنا هنجيب كوكتيل من هذه العصارة، كنا ها أه أه أيوه هي دي الحلاوة، بس نتخيل إن هذه الشنطة أم عائشة يعني، مش مشكلة إن شاء الله. كنا بنتكلم في ايه بقى؟ في حاجة عايز أتكلم فيها، أكيد مش أنا بس اللي بحسها يعني. معظمنا على السوشيال ميديا بنشوف الناس بقى ناجحة ومش عارف إيه، فاهم أنت؟ الناس مكسرة الدنيا خالص، وتحس إن أنت مش يعني مش عامل أي حاجة، مع إن أنت ممكن تكون واخد خطوة يعني، أو أنت بتسوي في الحاجة أنت بتعملها، بس عموما معظمنا بيحس إن لأ، أنا حاسس إن أنا مش عامل اللي عليا، وبنتعامل مع الدنيا اللي هو يا عم أنا واحد جاي تعب في تعب حياته واحنا في حاجه مش مؤمنين بيها. ولو والله لو حسيناها بايمان يعني نظرتنا للحياه تختلف جدا. وانا بحاول افكر نفسي واذكر نفسي بيها كل شويه. طب ونيجي نسال نفسنا سؤال، احنا كمسلمين واجبنا ايه؟ هحكي لك كم قصه حصلت معايا، اتمنى انك ايه تستوعبها يعني، مش تسمعها كده وخلاص. سمعت الفلوج اللي فات او اللي قبل اللي فات تقريبا وانا بتكلم فيه اني انا قفلت الاعلانات، فبالتالي لو انت ما تعرفش انا كان بيجيني فلوس حلوه من الاعلانات، كانت بتعيشني حلو يعني، كنت بصرف في انا حاجات حلوه ومش عارف وبعمل حاجات كتير حلوه. فلما جيت قفلت الاعلانات دي الفلوس ما بقتش تيجي، فبالتالي الحاجات اللي كنت بعملها ما بتتعملش، فبالتالي بقيت متزاول، حاسس ان انا يعني عارف انت اشعر بالفقر، او مش اشعر من ان انا لا مش كده يا عم انا عايز كذا ومش عارف يعني، زي مش راضي بس يا راضي، اللي هو شعور قريب من ذلك. المهم تكون فهمتني عشان ما اعوركش يعني. المهم الشغل كل شويه بيجيلي من دخله معينه، اكون بسمع فيديو عادي مثلا في موسيقى مثلا او اغنيه جت بالصدفه، ولا انت قعدت ثانيتين في الفيديو، انت اصلا منافق ما تنفعش بربع جنيه ففكك، فاللي جه في الاعلان طب ما تشغلها. فالشغل بيدخل لي من نواحي كتيره، وانا الحمد لله باذن الله يعني بحول الله وقوته ومعيته ان شاء الله يعني الشغل مش بيجي سكه معايا الحمد لله يعني، في الحته دي بالذات عشان بيحاول يدخل من جميع الاتجاهات يعني. انا بقول لك المثال ده ليه، وهقول لك مثال بعد كده، بس عايز اقول لك حديث في النص عشان نربط الاثنين ببعض يعني. الحديث ده تقريبا اعتقد ان لو ربطناه بالحال اللي احنا فيها ممكن نحس شعور غريب او شعور احسن يعني. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الخندق فشاف المهاجرين والانصار تعبوا، ما كانش في عبيد بيعملوا الكلام ده ليهم، فراهم تعبوا يعني. فلما راى ما اصابهم من النصب والجوع كما جاء في الروايه، تعبوا يعني وانهكوا خلاص وجابوا اخرهم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ان العيش عيش الاخره، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. الحديث ده بيبان المهاجرون والأنصار خايفين وهم بيحفروا الخندق، ويبان برضه لطف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني بينصحهم ويدعوهم ويخفف عنهم. هنا بيبان أثر الداعية إن هو يبشر ولا ينفر يعني، الداعية ليه أثر كبير جدا لازم يبقى عارف قيمته يعني. وبيبين إن المهاجرون الأنصار لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن هم فازوا ببيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفكرة العيش عيش الآخرة خلتهم خلاص إحنا ما يعني، شوف كلمة من الرسول فرجت إزاي، فكرة اللهم إن العيش عيش الآخرة، تخيل معايا أنا وبقولها كتير عشان كلمة محتاجة تلسج هنا. حلوة الضربة دي، اللهم إن العيش عيش الآخرة، أنت متخيل الكلمة آخرة فقط بس. فنيجي هنا لما نزلت فيديو فلوج أنت مسلم ياض، في أخت فضلة بعتت لي على التليجرام وقالت لي، هي أخت منتقبة، فقالت لي إن أنت بتقول إن لما عملت في، لو سمعت الفلوج أنت مسلم ياض كنت بتكلم عن البنت المنتخبة اللي هي كانت ظاهرة يعني، قلت ان هي ناجحه بقى وحلو ان تكون مسلم ناجح والكلام ده كله، انا اصلا يعني زوجتي ولا خلاص 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 مش مهم زوجتي. المهم في دخلت لي قالت لي طب انا منتخبه بس انا مش شغاله، انت حسستني ان انا عشان منتخبه فانا مش ناجحه ومش عارف ايه؟ لا ده انت كده خلصت الدنيا. هو اصلا الاسلام اللي عايزه ان انت تعملي كده، الاسلام اللي هو عايزه، الاسلام اللي المفروض منك ان انت تعملي كده، مش عايز واحد يجي تقول لي يعني مثلا انا بنت ما ينفعش اشتغل، ماليش دعوه بيك، انا مش ولي امرك وماليش دعوه بيك، بس انا بتكلم عليها عشان هي كلمتني بتقول لي انت، انا حسيت ان انا قليله مثلا يعني، انت فضلت منتخب على، مش حوار تفضيل، انت شايفه ان انت اللي بتعمليه ده اساس الصح، ان انت بعد ما تتزوجي كده ان شاء الله تخرجي رجال يعني اللهم بارك عقيده صحيحه والكلام ده كله، ده اللي انت مطلوب منك من الاسلام. عشان كده بنقول اللهم ان العيش عيش الاخره، احنا عايشين الدنيا عشان نروح الاخره،
بس دي مش عيشة. يا ليتني قدمت لي حياتي، لسه الحاجة جاية بعدين. فلما كل واحد فينا يعرف المطلوب منه عشان يقدم لي حياته هينجو. العيش عيش الآخرة، فدي الفكرة. فالأخت كانت بتبعت لي، أنا مع إني بعتت لي بدري زمان جدا من أيام الفلوج لما نزل من شهرين تقريبا، بس افتكرتها حاليا فقلت لازم اتكلم فيها. انت اللي مطلوب منك المفروض تعرفيه من القران وتطبقيه عشان العيش عيش الاخره، وكذلك انا كولد مثلا لازم اعرف المطلوب مني عشان العيش عيش الاخره. ما تربناش من احنا صغيرين على عقيده صحيحه، فلازم احنا محتاجين ان احنا نبني العقيده في نفسنا عشان اولادنا وذريتنا اللي بعدين يطلعوا بعقيده صحيحه ونبقى تمام. الساعه 1:06 ليلا، بكرة معايا يوم فاضي، وبعد بكرة امتحان يوم الاثنين إن شاء الله، آخر امتحان عشان ننزل نشوف هنروح فين. عايز أروح بلدي وعايز أروح القاهرة، ومعايا لفة كبيرة يعني شوية كبيرة في المحافظات يعني. المهم أنا بنسحب فلوس لأنه معيش غير 13.5 جنيه، فننزل نسحب فلوس لأننا زالطين، لا يوجد معنا مال. السلام عليكم. لما نيجي نشوف قصة سيدنا موسى والولي اللي هو المفروض خضر، لما راحوا للغلامين دول وعملوا السور هدوه، تحته كنز للشباب دول. طب ليه الكنز ده وتحتهم مش عارف، عشان ابوهم صالح. شوف حصل ايه، راح يهد جاي وماشي وراح وهد الحيط. طب انت بتهدها ليه؟ قال له معلش دعوه. فالقصه دي بنقراها كل شويه. طب لما نيجي قصه سيدنا موسى، يعني قصه سيدنا موسى كلنا بنقراها وعارفينها. لما خلاص الصحراء والناس اللي بتتنبأ قالوا له ان كلنا عارفين القصه، ان هو هنقتل اي ولد يجي عشان هو ممكن هيقدر هيخلص عليه الكلام اللي الصحراء قاله له يعني. فقتلوا كل الاولاد، امه بقى خافت عليه، تعملوا ايه؟ يجي لها وحي بقى ارمي ابنك في اليم. معلش ابنها مش عنده برد، هي بترميه عشان فرعون بيقتل الاولاد اللي بتتولد. فهي تعمل ايه بقى؟ تروح ترميه. تخيل ام بترمي ابنها في اليم. طب رمت ابنها في اليم، ابنها راح فين بقى؟ فرعون مسكه. والله العظيم نهزر يا جدعان. انت متخيل؟ ربنا بيقول ارميه في اليم عشان فرعون مالكش دعوه، ارميه مالكش دعوه. فراحت ترميه، فاللي مسكه مين بقى؟ فرعون. تخيل الام رد فعلها ايه؟ لو ما عندهاش يقين بالله عز وجل. ولكن سبحان الله، شوف فرعون كان فرعون اللي المفروض هو هيهلكه هو اللي انقذه، انت متخيل؟ بحول وقوه من الله عز وجل. خد بالك ازاي يعني ربنا يقول لها ارميه، ولما ترميه يروح للشخص اللي هي المفروض خايفه منه. يعني سبحان الله حوار غريب. تخيل معايا كده عشان احنا ما تخيلناش الحلول اللي ممكن نجيبها عشان نجيب سيدنا موسى من الفرعون، من القصر الفرعوني بتاعه. هتقول هنجيب عصابه بقى او هنجيب مجاهدين مثلا، والله اكبر، وحي على الجهاد، ونروح نجيب ونيجي ممكن نتوفق. طب احنا اصلا، انتوا عارفين اصلا سيدنا موسى رجع ازاي؟ يعني شوف تدبيره وحال ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى اتحرمت عليه جميع المرادع، ارادة ربنا. شوف عمل ايه بقى، كل المرادع اتحرمت عليه، مرضعه 2 3 4 مش راضي يرضع من اي واحد، اراده الله عز وجل. لغايه ما اخته جت وقالت له هل ادلكم على مرضعه ومش عارف ايه، فجابت امه رضعته في الاخر وبفلوس. شوف اراده ربنا. في الاول بقى كان جاي لها ايه، ارميه في اليم ومالكش دعوه، جت في الاخر شوف اللفه دي كلها رضعته وخدت الفلوس على ترضيه. انت متخيل يعني الله عز وجل لما يريد شيء يعمل ايه؟ خد بالك لما نبص هنا بنلاقي في فرق بين المعرفه والايمان. انت عارف القصص اللي انا كلها، انت عارف كل القصص اللي انا بتكلم فيها دي، بس انت مؤمن بيها ولا انت اول مره تحس الكلام قصص غريبة يعني؟ لو انت قعدت كده تمعنت فيها، لا حوار غريب، هتلاقي الثقة واليقين بالله عز وجل الأمر اختلف. فلما نيجي احنا نبص بقى، احنا مش ناجحين ليه مثلا؟ طب ولا احنا ليش شايلين هم الدنيا؟ ولا احنا مش عارف ليه؟ نبص على القصص دي كلها. أبو سيدنا عيسى مثلا، يعني قصة مثلا سيدنا عيسى، أمه سيدة مريم، هي راح على القوم بتاعتهم، القوم بتاعهم، هتقول لهم إيه؟ عيسى ده جاي من فين؟ معلش. تخيل واحدة جالك بتقول لك يعني ده ابني، طب معلش ابنك من فين؟ ما هو يا اما اكيد يعني، انت فاهمني؟ فمش عايزين نسيء الظن بالله عز وجل، احنا عارفين ان احنا لازم نحسن الظن والكلام ده كله عارفين. خد بالك انا باكد على كلمه المعرفه، بس مش مؤمنين. فاحنا عايزين حته الايمان دي اللي احنا عايزينها. طب نجيبها ازاي؟ هنعرف. والله انه مما يمزق القلب ان نرى رجالا قد تنكبوا الطريق، كنا نراهم من القدوات الاخيار. حب الدنيا أسكت عن الحق رجالا كنا نعدهم من الأولياء وسادات العلماء. حب الدنيا خذل كثيرا من المصلحين عن معالجة تنشئة جيل الأمة الصاعد. حب الدنيا قد أسكت كثيرا من أهل الإنكار بحجة المصلحة والحكمة. أي حكمة والأعراض والدين والرجولة بدأت تتآكل ونحن ننتظر رأي حكيم الزمان.
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أشغلتهم هموم دنياهم حتى نسوا هموم أمتهم، أخشى أن يكونوا ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم عياذا بالله. احنا اكلنا حاليا، فالمهم في حاجتين عايز اقولهم بمناسبه او بعد ما اكلت. لعق الاصابع اكيد مش هلعقها قدامك يعني، من سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس طبعا ما تجيش تاكل قدام حد يلعق صوابعك يعني، معلش بعد اذنك. تمام، والاكل بالايد برضه سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس تخيل حد في مصر ياكل الرز بايده كده، الرز طبق اللي بناكل بالمعلقه ياكل بالرز كده، مش هتحبه صح؟ ازاي انت ازاي تاكل بايدك؟ هي سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. السعودية بتاكل بس كعادة مش كسنة، في ناس بتعملها كسنة ولكن هي أصلا عادة، هم كل أهل الجواب بتعمل كعادة مش كسنة أو كسنة ما أعرفش، بس هي بتتعمل في السعودية ومحدش له. أنا في مصر تخيل دخلت مطعم وشريك بتاع إيده، تحقيقه مش هتيجي وما ينفعش. ده بالنسبة لمصر يعني، ولكن هي سنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عقل الأصابع. الحاجة الثالثة دي معلومات إسرائيلية من الفيديو، هي بتحس بعد كده ما ينفعش تاكل مش عيب. من اخلاق الاسلام يا عم المسلم انك تطبق الكيس بتاعت الشرطه بتاعتك في جيبك لغايه ما تقابل سلة يا عم، ما فيش سله ده عامل كده فوق، ما فيش فرق تمام زباله يعني. بس انت لو رميتها في الارض يبقى انت كرم الله وجهك، ها؟ انما لو انت محترم كده وسط راجل محترم امسكها لغايه ما تلاقي مكان ترمي فيه، ما ترميش. دي المعلومه المستفاده من الفيديو، خش بقى عليه اللي كنا بنتكلم فيه. اشوف بقى الحل وصل ازاي، حرمت عليه كل المرضع وفي الاخر اللي رضعته والدته، مش رضعته خلاص لا، بترضعه بفلوس. تدبير الله عز وجل لما ايقنت وسلمت لله عز وجل بيقين وبايمان، شوف اللفه لفت ازاي ورضعت ابنها بفلوس. بس احنا عشان نعمل كده مستحيل، درجه الايمان اللي احنا فيها يعني على الله على الله ان شاء الله، فاهم؟ امتى هنوصل للمرحله دي من الايمان؟ مش هنوصل ماشي، بس نحاول نجرب منها او نحاول على قد ما نقدر نجيبها ازاي؟ بالتدبر، ان احنا نجيب حته الايمان دي بالتدبر، غير كده مش هتيجي، مش هنعرف نجيبها. كان زمان لما حد يقول له مخنوق كان يقول لي عليك بالقران، عليك بالقران يا عم، اديني جبت القران وقراته وانا مش شغال مش نافعني، يقول لي عليك بالقران. حاليا اكتشفت لما بقيت بقرا القران بطريقه مختلفه، مش هعديها كده صدفه، الايه بقراها بحس ما بحسش بحاجه، بقول والله لازم احس منك عشان انت دي مش هعديك المره دي. وكذلك الاحاديث، الحديث طلعت بتغير يا جدعان، بتثبت الواحد الصراحه. نسال الله الثبات يعني بالتدبر، والله العظيم ما تعرف تعيش في حياتك ولا تثبت من الفتن ولا غض البصر ولا اي شيء غير بالتدبر. كنت بقرا الايه والله ما بحسهاش كده، مش جاي سكه يعني، مش فاهم منها حاجه، والله العظيم ما اسيبي غير لما اطلع بمصلحه مني، لازم اطلع باستفاده غير كده لا. فكده استفدنا ان حته الايمان عشان نجيبها، عشان نتوكل على الله زي قصص سيدنا موسى، وقصص كتير مليانه قران وبنقرا والله قصص عارفينها، بس لما تفكر بيها بطريقه معينه هتستغرب، زي ما انا بقول لك التفكير اللي فكرت بيه. امتى نتوكل على الله عز وجل؟ لما نتدبر القران، حق التوكل اللي احنا مش عارفين عنه حاجه، لما نتدبر القران ونتدبر السير ونتدبر الاحاديث. بارك الله فيك الاسلام. الساعة 2 صح؟ نزلنا الساعة 1 وشوية وما نمشي الساعة 2، بس مش عارف، عايز اجيب حاجة تاني اشتريها، مش عارف اجيب ايه، مش عارف. شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك الله خير. مسلم صح؟ مسلم. خرجت اتكلمت مع صديق ليا وصورنا الفيديو اللي المفروض الناس محتاجاه، بس ناس كتير على الانستجرام والتليجرام بس عم تصور. انا انت والله العظيم في حد كلمني مش عارف قال لي والله رساله فرحتنا على الانستجرام يعني، بيقول لي نزل فيديو مش عارف ايه، مش فاكر حاجه، رمالي افيه كده ضحكت كتير والله، ضحكت كتير ضحكت ضحكت كتير. كان بيقول لي ايه احاول افتكر والله مش عارف، مش فاكر والله، بس كان بيتكلم بعشم كده، بس انا ضحكت والله كانت رساله حلوه. المهم انا فرحان ان انا صورت فيديو بعد 15 يوم انقطاع، هخلص امتحانات يوم الاثنين اللي جاي وهريكم فيديوهات، فاكتبوا لي عايزين نصور لكم حاجه في القاهره، نروح معرض الكتاب مثلا، نروح مكان في القاهرة نصور فيه، ولا أصور لكم فلوج في لوكسور،
او شوف في عالم صور مكان فين معين وصور في فيديو كامل كده عايزينه. يلا سلام عشان وصلت صح ولا لا؟ صح 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 الناس بتقول صح يبقى صح. ايوه صح ايوه حبيبي. اللهم ان العيش عيش الاخره، اجعلها مبدا في حياتك، الاكونت بتاعك روح اكتبها كده. اللهم ان العيش عيش الاخره، مبدا في حياتك قدام الحيطه بتاعتك، خلصت. اي حب انت بتحبه كده للدنيا انزعه من قلبك، اللهم ان العيش عيش الاخره، وخلصت، الامر انتهى. نسال الله الجنه.